اهلا بحضراتكم من جديد، والفقرة الحوارية مع الناقد الرياضي والمحلل الفني الاستاذ كريم سعيد، رئيس تحرير موقع يلا كورة. استاذ كريم، منور الدنيا واهلا بيك على شاشة قناة الاهلي. مساء الخير يا محمد، ومساء الخير لكل مشاهدي قناة الاهلي. طيب النهارده هنتكلم في تفاصيل كتيره، بس عايز ابدا معاك الاول بالحدث الابرز، المؤتمر الصحفي للجنه المنظمه المحليه في قطر. نعم. والاعلان عن طرح التذاكر والاستقبال للوفود المشاركه وكل التفاصيل المتعلقه بهذه البطوله، اللي النهارده اللجنه المنظمه اتكلمت على بطوله يوم 11. نعم. كاس وميداليات، بطوله يوم 14 كاس وميداليات. نعم. والختام مع ريال مدريد بكاس البطوله ايضا وميداليات. اكيد احنا قلنا ان البطوله دي واحده من البطولات الوليده لانفانتينو، واكيد انفانتينو بيهمه جدا 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 ان هو ينجح كل الافكار اللي هو بيقدمها للاتحاد الدولي. اتكلمنا على بطوله خلينا نسميها بمسماها فعلا الحي، كاس القارات للانديه، وبنتكلم كمان على مونديال الانديه الحديث اللي ان شاء الله هيتلعب في الصيف القادم في ميامي بامريكا. طبعا اكيد انفانتينو فكرته في بطوله كاس القارات للانديه بطوله مستحدثه عشان يتفادى العيوب اللي كانت ناس كتيره بتتكلم عليها في بطوله كاس العالم الانديه بشكلها القديم. وبالتالي هو كمان هنا عمل بطوله مثيرة للغاية. شفنا احنا بنتكلم على بطولة بتتكون من حوالي 6 نهائيات، شفنا مثلا مباراة الأهلي والعين كانت واخدة زخم كبير جدا جدا يا محمد من حيث نسبة المشاهدة ونسبة المتابعة. وخلي بالك كمان بطولات الفيفا اللي هي بطولات المباريات اللي مهمة، الفيفا بيخليها دايما تتلعب في وقت مش متوازي مع أي حاجة تانية. بالظبط. وبالتالي عليها اهتمام وسبوت اعلامي كبير جدا، فبالتالي اكيد احنا اللي شفناه من الاهتمام الكبير اللي حضر مباراه النادي الاهلي ونادي العين في استاد القاهره كان يشوف يعني اهتمام مسؤولي الاتحاد الدولي بادق ادق ادق التفاصيل. بدايه انا كنت في الملعب تقريبا الساعه 4 العصر والمسؤولين هناك ما فيش حاجه مش سايبينها، فواضح جدا هم مهتمين. وبالتالي ده يديك فكره او يديك مؤشر الشكل في الدوحة هيبقى عامل ازاي. احنا بنتكلم الدوحة هتستضيف اول نسخة من الشكل النهائي للبطولة. مظبوط. وبالتالي احنا بنتكلم على 3 مباريات نهائية، حتى يعني مباراة باتشوكا المكسيكي مع الفائز من بوتافوجو وفلومينيزي، اعتقد فلومينيزي اتلتيكو مينيرو وبوتافوجو، هتبقى مباراة يعني كبيرة جدا 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 جدا. بعديها ب3 ايام الفائز هيلاعب النادي الاهلي ان شاء الله، وبعديها طبعا المباراه الكبرى والمباراه النهائيه طبعا لزعيم العالم في الوقت الحالي ريال مدريد اللي جاي اكيد طبعا زي الباشا بيستنى هو واخد باي على 90 دقيقه الاخيره واخد باي في كل الادوار هيلعب الفاينل. بس في الاخر انا بكل امانه شايف ان الشكل الجديد للبطوله دي بكل امانه افضل، ممتع جدا ومريح. مريح بكل امانه. تعرف كمان نظامه ده مميز جدا لبطل افريقيا خاصه لو الاهلي، لان نتائج الاهلي في المونديال لو الاهلي بطل افريقيا هيلعب الماتش دايما في القاهره. خلي بالك هو بيريح ليه، انت القرعه ساعات بتساعدك ان انت بدل ما تلعب عدد من المباريات في دوره مجمعه في عدد ايام قليله، في ماتش تلعبه ممكن تلعبه على ارضك، في ماتش ممكن تلعبه في دوله قريبه منك. بس يا محمد انت مقلل شويه ومقلل شويه من الجهد البدني على اللاعبين، وكمان باعد الفترات. يعني انت بتلعب الدور مثلا اذا افترضنا الدور اللي فات ده اسمه دور الثمانية. الدور الثمانية ده انت لعبته في مثلا في شهر اهو في شهر 10، هتلعب الفاينلز في ماتشين بس اذا ان شاء الله ربنا وفقنا وصعدنا في 12. فهو برضو مريح الانديه ومريح الاجنده شويه، انت بتلعب مباراه واحده بس. فانا بشوف لا بصراحه اللي فكر فيها فكره ممتازه، وان شاء الله باذن الله نشوف بقى النجاح الكامل ده في الدوحه باذن الله في شهر 12. طب بمناسبه النجاح الكامل للبطوله، نعم، تذكرة مباراة ريال مدريد بتبدأ من 200 ريال. نعم. شايف التذاكر أسعارها إيه؟ لا ده الرسمي. ده الرسمي اللي لسه هيبقى على منصة الفيفا وهيطرح ويتشتري. اللي هيروح هناك يبقى يشوف ثمنها كام بقى لما توصل المباراة. لو ما عرفش يحجزها في الأول بالظبط كده. أكيد طبعًا. بص عايز أقول حاجة والله، وأنا برضو بقول لجماهير الأهلي رسالة عن طريق برنامجك. عندكم فرصة إن أنتوا تردوا اللي حصل فيكوا في مونديال الأندية في ماتش بالميرس، فاكرين المباراه دي اللي كان في الامارات ماتش السيمي فاينل، لما المباراه دي ما كانش جمهور الاهلي ما كانش لسه متاكد من التاهل اللي لو تفتكر ساعتها كان اعتقد كنا بنلعب فريق اللي هو بتاع اجيري فريق مكسيكي. ايوه، وكان وقتها المنتخب واخد لعيبه الاهلي بس عنده ثقه يعني. فلما رحنا الملعب لقينا ان جمهور بالميرس واخد تقريبا 80% من الملعب. ليه؟ يعني تبرير مسؤولي فيفا ساعتها قال لك هم كانوا عارفين هم هيلعبوا مباراه، جمهور النادي الاهلي ما كانش لسه
متأكد. انت دلوقتي متأكد انك هتلعب السيمي فاينل، لكن باتشوكا والمتأهل لسه. الفريق البرازيلي لسه مش ضامن، فانتوا اول ما تطرح التذاكر خش على طول احجز فرصتك. بس ممكن يجي لك رأي تاني يقول لك ما احنا كده هنشغل الفريق بتفاصيل ماتش الفاينل وانت لسه بتلعب بالماتش الاولاني. لا بتكلم على الماتش الاولاني، بتكلم على الماتش الاولاني لما تاخد اكبر نسبه من الملعب. بتتكلم على ماتش 14 اوكي تمام، لان انت لسه النهارده جماهير باتشوكا او جماهير الفريق البرازيلي المتاهل للفاينل من اتلتيكو مينيرو او بوتافوجو لسه مش متاكدين. ثلاث فرق لسه مش عارفين موقفهم، لسه مش متاكدين هم، فبالتالي محدش فيهم هيحجز. ففرصه ليك انت، احجز كل التذاكر واملى الملعب، واكيد طبعا هتسيب لهم الربع مثلا او الخمس من الاستاد، بحيث ان احنا برضو في المباراه دي بقى نرد اللي حصل فيه ده في مباراه بالميراس لو تفتكروها يعني. وبعد كده هترد لك بقى في يوم 18 طبعا. خد بالك انت كمان جماهير الريال في المنطقه العربيه كبيره جدا طبعا. يعني بص عايز اقول حاجه، فكره بص المبدا نفسه يا محمد، انك تلاعب ريال مدريد مباراه فاينل بطوله القارات الانديه، حلو قوي الموضوع ده. ده ممكن موضوع يشغل بال الناس فينسيك ان في ماتش الاول يوم 14؟ لا 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 دلوقتي لا، اصل هي خلي بالك البطوله نظامها جبرك على كده ان انت ماشي سل يعني سنه بسنه. انت شفت لهم مجمعه فعمال تتكلم عليها ككل، وباصص بقى لمواجهه بايرن ميونخ او باصص لمواجهه ريال مدريد او باصص لمواجهه برشلونه. لا انت ماشي كل بطوله فعلا وليها كاس، يعني خلي بالك النهارده النادي الاهلي رسميا هو بطل ثلاث قارات، اوكيانوسيا اسيا افريقيا، ده رسمي، ده مسمى رسمي للنادي الاهلي. وبالتالي انت عندك مباراتك السيمي فاينل هتلعبها مع المتاهل من باتشوكا او بوتافوجو او اتلتيكو مينيرو، هتاخد بيه قاره جديده، ده هيتعمل كاس جديد بالظبط، واللي عليها دايره القارات كلها. وهيظلل بلون معين القارات اللي انت تكون كسبتها بالظبط لغايه لما توصل بقى لريال مدريد. فكره انك تلعب ريال مدريد فاينل كاس القارات الاول للانديه، العالم كله يعني فاكرين ماتش الاهلي وريال مدريد لما لعبنا الاهلي في السيمي فاينل، مباراه تخيل يعني احنا بنتكلم على زخم، خدت زخم حلو، زخم الكره المصريه ما شافتوش تاريخيا. انت لعبت ريال مدريد بس بشكل ودي، سواء على مستوى النادي الاهلي ونادي الزمالك او حتى منتخب مصر او حتى فريق مكون من الاهلي والزمالك مع بعض، كل المباريات دي كانت جميله وحلوه كل شيء، لكن مباراه تظل في الاخر مباريات وديه. لما تلاعب ريال مدريد اعظم نادي في كره قدم في العالم بشهاده كل الناس في الوقت الحالي في السنوات الاخيره، انت بتتكلم على زخم مختلف، بتتكلم على تسويق مختلف، بتتكلم على شكل مختلف. النهارده يا محمد احنا النهارده اتكلم مع مشجعين برازيليين على السوشيال ميديا مشجعين برازيليين عارفين النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي متداول بشكل طبيعي جدا 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 في امريكا الجنوبيه. فانت بتتكلم والنهارده الزخم بيزيد اكبر أكيد. ليه؟ لان انت في كل بطوله بيستحدثها الفيفا النادي الاهلي موجود فيها وبيشارك فيها الحمد لله. طيب لو رحت معاك لمونديال الانديه، نعم، وبالامس الفيفا اعلن رسمي ان القرعه يوم 5/12، ربنا يستر لسه مستنيين التصنيف. توقعاتك للتصنيف، الاهلي ممكن يكون تصنيف عشان اول نبقى واقعيين. عشان نبقى واقعيين، احتمال كبير النادي الاهلي هيكون تصنيف ثالث طبعا. بص على التحدي بص هما لسه خلي بالك مفيش معلومه مفيش عن معيار لا. واحد لا خالص الفيفا تعتمد، مفيش ولا حتى هنحسبها مع بعض ولا حتى تسريبات هنحسبها. انت عندك كام فريق في اوروبا؟ 12 تمام ماشي، اكيد بنسبه كبيره جدا ممكن من ال 12 يتاخد 6 او 7 يكونوا تصنيف اول، قول نصهم يا سيدي، قول نصهم تمام 6 تمام، وهيتاخد فرقتين من امريكا الجنوبيه تمام، ادي 8 دول الثمانيه للتصنيف الاول جميل، هتخش على الثمانيه التصنيف الثاني بالظبط. طب انت خدت 6 من اوروبا هيتبقى 6، في فرق في اوروبا انت تصنيفك اعلى منها، يعني انت ولا بنفيكا الاهلي، ما انا ما اعرفش ايه المعيار. طب اقول لك على حاجه، اتفضل، هتخش على المعيار بتاع كل نادي عمل ايه في القاره عنده؟ بص انا اتمنى انا على المستوى الشخصي اتمنى، احنا بنتناقش احنا بنحسبها مع بعض، انا بكلمك على حته ايه، انا بكلمك على حته اسماء الانديه اللي موجوده في البطوله، الاسماء مرعبه كتوتال. انك بتتكلم النهارده كمان يا جماعه بوكا والريفر مع يلعبوها، دول ممكن يبقوا تصنيف اول او حتى في بدايه التصنيف الثاني تمام، بس هل ولسه انديه البرازيل، هل سالزبورج النمساوي ممكن يعدي الاهلي؟ هل ممكن بنفيكا يعدي الاهلي؟ ما تعرفش ايه المعيار، ايه المعيار ايه ما تعرفوش. ودايما خلي بالك الاتحاد الدولي دايما بيدي بونص لانديه اوروبا وامريكا الجنوبيه، امور تسويقيه واعلاميه على طول لا 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 على طول، حتى برضه نتكلم بصراحه ليفل اللعب، مستوى اللعب في اوروبا، اللعب في اوروبا وامريكا الجنوبيه اكبر مننا بكل امانه. النادي الاهلي بالارقام عدى اسيا
عشان نبقى واضحين مع بعض. خلاص ده امر محسوم، نبقى واضحين مع بعض كده، بنتكلم كلام واقعي ملوش دعوه يعني بالانتماءات، وملوش دعوه بان احنا مصريين وغيرنا مش مصريين، لا نتكلم كلام واقعي. الكره الاسيويه في السنوات الاخيره غير قادره على منافسه اسلوب لعب النادي الاهلي على وجه التحديد. صحيح. صح. ابطال المملكه العربيه السعوديه، نتكلم على الهلال والاتحاد بكل امانه في المباريات اللي لعبناها في فجوه. بطل اوراوا ريدز، بطل فجوه العين اليابان في فجوه. طبعا العين الاماراتي، طبعا امانه العين السنه دي مش زي العين، عشان برضه نكون واقعيين، العين السنه دي مش زي العين السنه اللي فاتت، العين حتى العين السنه دي في دوري اسيا بيعاني، ولكن في اللعب في فجوه. وبالتالي هنا انت بتروح لفين بقى؟ منافستك الاخيره مع انديه امريكا الشماليه والجنوبيه. مش كل، لا مع بوتين. تعال اقول لك على حاجه. اتفضل. بص الجنوبيه. قول. عندك بالميراس، فلامينجو، فلورنسي، ريفر بليت. جميل. اوكي ادي اربعه. هيعدوك. عشان نبقى على الاقل اثنين. خليك واقعي. ما بينهم اثنين تصنيف اول. خليك ماشي اوكي. يعني مثلا لو بنتكلم لا ريفر، انا في وجهه نظري هيحط ريفر مثلا ريفر هيحط لا ريفر ريفر ويحط فلامينجو او بالميراس. بالميرس، بالميرس في السنوات الاخيره في وجهه نظري محقق نتائج اكتر من فلامينجو. طيب دول تصنيف اول. طب هتروح على انديه اوروبا في تمام، تشيلسي، ريال، السيتي، البايرن، باريس سان جيرمان. دول هنلعبهم؟ لا ما دول تصنيف. انت لو تصنيف تاني اول مباراه هتكون مع واحد من دول. تمام اكيد طبعا اول مباراه. تمام. فانت عندك ادي خمسه اهو، بتروح بقى للسادس، ممكن يكون اليوفي او الانتر او بروسيا دورتموند او اتلتيكو مدريد. كل الانديه دي برضو سابقاك في التصنيف. تمام. لا يا جماعه بنتكلم في ليفل تاني خالص. ليفل انت عارف كانك بالظبط بالظبط بالظبط. انت بتتكلم كان النادي الاهلي رايح يلعب دوري ابطال اوروبا. دوري ابطال اوروبا بكل امانه. عشان كده بقول لك انا عايزين نبقى واقعيين. الواقعيه ربما فعلا انت في المجموعه محمد هيبقى معاك فرقتين توب ليفل توب ليفل. يعني توب ليفل بنتكلم على فرقتين مثلا ممكن تقف مجموعه فيها مثلا باريس سان جيرمان وريفر بليت او بوكا جونيورز. قابل بقى لو حد فيهم الاثنين في تصنيفين مختلفين. لا وحاجه ثانيه، ده لما يجي كمان يعمل التصنيف الرابع. نعم. هو هيراعي العامل الجغرافي. نعم. هيبعدك عن فرق افريقيا. صحيح. وهيبعد فرق اسيا عن طبعًا. فرق اسيا يعني صح عارف صح صح. هيعمل معاك. توزيعه معاك. فانت في الاخر اكيد هتلعب في مجموعه من معاك ثلاث فرق. في اثنين في وجهه نظري الشخصيه، في اثنين منهم توب ليفل كوره توب اللي احنا بنشوفها في التلفزيون والبلاي ستيشن، بس احنا بنشوف الكوره دي في الجهازين دول ما بنشوفهاش بعيننا. ولو طلعت تصنيف ثالث على حسب وجهه نظرك او رؤيتك. نعم. انت ممكن تكون معاك فرقتين من اوروبا. بالظبط ما بقول لك. او واحده من اوروبا وواحده من امريكا، أمريكا الجنوبيه. طب الافضل ايه؟ اثنين من اوروبا ولا هيبقى فيه تغيير؟ بص الموضوع صعب فعلا، الموضوع صعب. ده احنا بنتكلم يا جماعه تيني ليفل اللعب ده احنا مش متعودين عليه يا محمد. ليفل اللعب ده صعب جدا عليه. انا بس عايز نقف عشان تبقى الناس فاهمه ان احنا النادي الاهلي ودى الكره المصريه فين؟ احنا أيوة. رايحين فين؟ خصوصا عشان برضه نبقى واقعيين، احنا بنتكلم ان منتخباتنا الناشئين بقى لنا فتره، منتخبات الناشئين والشباب، المنتخب الاولمبي طبعا بكل امانه عملوا اعجاز في الاولمبياد الاخيره بالوصول للس... وشابول ليهم بصراحه بكل امانه وشابول لميكالي. بس احنا بكل امانه القماشه عندنا اللمبه الحمراء منوره. طيب قبل ما نروح لجزء المنتخبات عشان اختم جزئيه الاهلي. تمام. لان اكيد من الاهلي هطلع عن الراجل. القرعه انا في وجهه نظري هنقع مع اثنين، مع فرقتين توب ليفل. الفرقة الرابعة في المجموعة أتمنى تكون من أوقيانوسيا، أتمنى بحيث يبقى عندنا أو حتى أمريكا الشمالية، أندية أمريكا نفسها، بس بعيداً عن مش عايزين نلعب ميسي عشان مش عايزين يعني ميسي في الملعب. هل أنت ممكن تكون في مجموعة إنتر ميامي؟ ممكن. كل شيء ممكن، طالما أنت ما عندكش معايير. خلي بالك لو الفيفا قبل 5 ديسمبر يدينا مؤشر لسه. ايه هي المعايير؟ لا. هنبدا نشوف بقى ونعمل الحسابات دي. النشرات اللي بيبعتها دايما للاتحادات والانديه لسه ما جاش ناحيه، ما فيش اي معايير هو اتكلم عليها. وبالتالي احنا لازم نحضر نفسنا ل بنقول ايه الورست كيس سيناريو او اسوا سيناريو ممكن يحصل لك. انت اسوا حاجه ممكن تحصل لك انك هتقع مع فرقتين توب ليفل وتقع مع فريق متوسط اللي هو الفريق الرابع بحيث انك تلعب معاه. هيبقى هدفك في ماتشين توب ليفل تعادل. انك عايز تكسب ماتش منهم تكسب عشان ماتش. او تتعادل عشان تقدر تلحق بدور ال 16. لان يا جماعه بكل امانه يا جماعه بصوا بكل امانه ان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي، النادي الاهلي تاهله لدور ال 16 في البطوله دي ده في وجهه نظري يبقى واحد من اعظم الانجازات في تاريخ الكره المصريه. دور ال 16 طبعا. انك تصعد من مجموعه فيها فرقتين توب ليفل مثلا معاك في مجموعتك مثلا باريس سان جيرمان وريفر بليت مثلا يعني، وانك تتاهل على حساب حد من الاثنين دول
لدور ال 16 ده في وجهه نظري شخصيه هيبقى واحد من اعظم انجازات الكره المصريه. وتخيل ممكن تبقى تاني في المجموعه وتروح تلعب السيتي مثلا او الريال. طيب نعم. من الموضوع ده انتقل معاك لموضوع تاني. اتفضل. وانا حتى قلت ده في الانترو في بدايه البرنامج، لولا انجازات الاهلي لكانت الكره المصريه صورتها كانت أسوأ مما نتوقع بالنتائج الحاليه. نعم. جرس الانذار اللي شفناه في منتخبات الناشئين في السنوات السابقه ما اداش مؤشر للناس اللي بتدير الكره في مصر ان لازم تفكر وتضع حلول؟ شفنا الناشئين بتخسر بالخماسيه. نعم. شفنا الاولمبي بيخسر من المغرب بسداسيه، وانت بتتكلم على ليفل بس نحط الماتش ده يعني كتب في التاريخ. صح صح مش مختلف معاك بس بكل امانه المباراه دي خلينا نحسبها انها كانت تحصيل حاصل، ده برونزيه. صح صح مش مختلف معاك بس بكل امانه انت بتلعب على برونزيه في لعبه جماعيه في الالعاب الاولمبيه. مش مختلف معاك، ولكن هي انا في وجهه نظري لم تفسد من الانجاز اللي عمله منتخب اولمبي شيء، لكن كلمني على مثلا منتخب الوصول كرابع ده انجاز. نعم. في الاولمبياد ما حصلت قبل كده. ماشي هو الانجاز في الميداليه البرونزيه كريم. صح لا تاني معلش بس طبعا. يا محمد احنا كنا بنتكلم ان المنتخب ده فعلا 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 ما كانش هو ايه الجيل اللي يقدر يحقق هذا الامر، وكمان ماتش فرنسا بكل امانه احنا الولاد تعبوا فيه جدا. طبعا نتيجه كبيره جدا 6-0 كبير قوي قوي قوي، ومبروك طبعا الكره المغربيه بصراحه عامله طفره كبيره ويستحقوا بصراحه ويستحقوا بسبب الشغل اللي هم بيشتغلوه في تخطيط يا جماعه. لكن بكل امانه اللي شفناه في مباراه منتخب 17 ده انا معاك جدا جدا ان احنا ده ناقوس خطر. ليه؟ لان انت النهارده بتتكلم على ده المستوى بتاعك، والفكره كمان مش في الخساره، شكل الخساره. ده الهدف الثالث والرابع، الهدفين الثالث والرابع يا محمد حاجه مؤسفه كوميديه مؤسفه. تخيل مؤسفه مؤسفه بيرقص واحد ان انت يخش فيك هدفين في منتخب مصر، في منتخب مصر واحنا النهارده عندنا اربع درجات لكره القدم. اربعه. احنا منتخب 17 سنه بعيدا بقى طبعا تاني، انا عارف ان المبرر اتقال لي امبارح يا حاج كريم احنا كان في مجموعه من 11 او 12 لاعب اعتمدنا عليهم لمده سنه ونص طلعوا في الاخر مسننين ودخلنا في هذا الموال، وبالتالي لجانا ان احنا نلعب ما هم ده حسب الوصف يعني بالصف الثاني اللي كان معانا. ده ما كانش الصف الاول احنا مختارين. طب ما دي غلطتك، ما رجعتش من الاول ليه؟ اول يوم وانت بتختار ليه ما عملتش الاجراءات والامور الاداريه؟ انت مش شايف ان المشكله دي اتكررت بقى لها يعني اتكررت كذا مره؟ أيوة. في اخر 10 سنين. بص يا محمد هي فاكر منتخب الكابتن محمد عمر حصل مش اول مره. صحيح. وخلي بالك هي منظومه، اسمع التصريحات طلعت في الاونه الاخيره من بعض المسؤولين واللي يقول لك انا كان بيجي تليفون عشان اعين واحد صاحب صاحبي في احد المنتخبات وبعينه، وكان فلان الفلاني بياخد منتخب معين عشان يعين برضه هو اصحابه وانا عين صحابي وانت تعين صحابك وتبقى الدنيا بقى نشوف. لا انا مش عاين حد. مين معدي قدام القهوه اللي احنا قاعدين عليها عشان نبدا هو يشتغل النهارده في اي منتخب؟ منتخب مصر للاسف هي دي المنظومه بتاعتنا. هو ده شوف بقى تعال بص على المغرب، شوف المغرب بقى لهم 10 سنين 10 سنين مين؟ المغرب بتتطور في كره القدم منذ تقدمهم لملف استضافه مونديال 2006 و2010 كان في خطه من زمان، الناس دي شغاله بقى 20 سنه وكملوا على كاس العالم وطلبوا سواء رجاله او سيدات او حتى كره خماسيه. الناس دي عرفوا النهارده ازاي هم مميزين في ايه وبيشتغلوا خلي بالك بكل عدل. انت تستحق تاخد التيشيرت تاخد الجيرسي وتنزل تلعب. ما تستحقش مش هتلعب. بكل امانه انا مش عايز احبط في الاولاد سنهم صغير وكل حاجه بس كل امانه مش في الاولاد احنا مشكلة في اللي بيدير. ايوه ما احنا مشكلتنا مفيش اساسيات اصلا مفيش اساسيات. فتاني كل امانه في انتخابات جايه اتحاد كوره والدنيا هتتغير ونتمنى طبعا الاصلح كل شيء، بس بكل امانه اتمنى والله العظيم محمد اتمنى من كل واحد في الاتحاد الحالي اخر يوم ليك اخر يوم ليك في الاتحاد بجد بجد والله بجد لازم تعتذر على كل اللي حصل في الحبه بتاعتكم يا استاذ كريم. لو في مسؤوليه وانت تاني يوم طالع رئيس بعثه نعم اكيد يومك كله قبلها ب 24 ساعه تشغل نفسك دايما بتفاصيل السفر باخبار البعثه بالترتيبات للسفر. قبلها بيوم كان رئيس البعثه في برنامج على الهواء بيقدم برنامج عادي جدا. صحيح. والفرقه مسافره تاني يوم الصبح ولا في دماغه، وبيتكلم كمان على لعيب في النادي الاهلي وبيتكلم في مشاكل في الدوري وعنده مشاكل في التحكيم. تصريح مسيء بصراحه. حاجه انا حسيت بكل امانه انا حسيت لما هو قال التصريح ده ان هو يعني احط كوتيشن كده بيغلوش. عارف بيغلوش؟ انا النهارده في قضيه عندي والناس هتيجي تقول لي يا كابتن ايهاب حصل كذا ويا كابتن ايهاب حصل كذا. لا 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 قبل انت ما تسالني السؤال ده انا اخدك
لسكه ثانيه، في سكه ثانيه بسرعه، عشان انت قبل انت ما تخش عليا انا اخش عليك. فبالتالي بكل امانه اللي حصل الحقبه دي أسوأ حقبه في تاريخ الكره المصريه، أسوأ حقبه على كل الاوجه، سواء منتخبات ناشئين حتى ايفن برضه المنتخب الاول برضه كان في فترات كتيره سيئه. والحكام القضيه اللي انت فتحتها هنا في برنامج حتى او حتى على السوشيال ميديا بتتكلم فتره سيئه لغايه. وخلي بالك كل، والله سبحان الله، كل كلمه بيطلعوا حد يقولها او يصطبق بيها بتلاقي على طول ربنا سبحانه وتعالى بيحطه في موقف مشكله، زي مثلا موضوع الفار وموضوع اكيد الكابتن محمد عادل واللي حصل في الفتره. اكيد هنيجي للموضوع ده، واكيد هنطرح قضيه التحكيم لان عندنا تفاصيل النهارده، وهنستعرض اللي كتب على السوشيال ميديا كمان ونناقش فيه ضيفنا النهارده الاستاذ كريم سعيد. كل ده هنعمله بالتاكيد ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والاستمرار في الفقره الحواريه مع المحلل الفني ورئيس تحرير موقع يلا كوره الاستاذ كريم سعيد. والنهارده هنتناقش معاه في بعض القضايا ولكن من خلال منظور السوشيال ميديا والمنصات اللي موجوده نقلا عن المواقع والاخبار اللي بتتقال بالنسبه لبعض المسؤولين في الفتره الاخيره. نتناقش معاه ونشوف الاخبار دي لما اتطرحت على السوشيال ميديا والمنصات والمواقع الرياضيه اهتمت بيها وبروزتها بشكل كبير جدا، خاصه بعد تصريحات بعض المسؤولين من خلال ظهورهم في بعض البرامج الحواريه. كريم هبدا معاك الاول. نعم. بحساب يلا كوره، يلا وانتوا عندكم ركزتوا اكتر على تصريحات محمد فاروق. نعم. رئيس لجنه الحكام الذي نعم. تم اقالته في الساعات الاخيره. نعم. بشان وقعه مباراه الزمالك والبنك الاهلي. نعم. نستعرض معاك الاول، يلا اول حاجه معانا النهارده، يلا وهو حساب يلا كوره على منصه اكس. نشوف مع بعض رئيس لجنه الحكام السابق كابتن محمد فاروق قال: انا متاكد ان محمد عادل بريء، صاحب التسريب ممكن يغير في الصوت او اي شيء اخر، إذا لم تستحي فافعل ما شئت. دي تصريحات قالها الكابتن محمد فاروق صوت. نعم. وصورة. طيب ببساطة عشان احنا واضحين كده، حكام في مصر لازم يعرفوا ان انت وانت بتكلم زميلك اللي ماسك غرفة الفار انت بتكلموش في التليفون بتاع البيت او في الموبايل. انت بتكلمه في الشغل وفي تسجيلات المفروض ان هي مسجلة. مظبوط. كل لو خدت بالك كل الكلام اللي احنا بنسمعه من حوارات الحكام الملعب مع حكام الفار كلها حوارات صحاب مع صحاب. ايه يا ابني انت بتعمله ده؟ يخرب بيت عقلك، ايه ده؟ لا انت هتدبسنا، عارف ناس ما بتشتغلش. لا ده في ده بقول لك ايه؟ ده في حاجات أنا ما ينفعش تطلع على الهوا اصلا. هي دي الازمه، انت بتشوف فين الازمه؟ الازمه ان هم مش محترفين في كلامهم داخل الحته دي. تعالى كده ببساطه ببساطه، شوف بره في تسجيلات الفار في الدوري الاسباني او في الدوري الايطالي او في الدوري الانجليزي لما بتتعرف الحكم بيتكلم مع زميله ازاي. انت شايف ايه؟ انا شايف كره تسلل بس عندي شك. انت شايفها ايه؟ انا شايف كذا. اوكي شكرا جزيلا. عارف خدمه العملاء، مكالمه خدمه العملاء. هم بيتصرفوا كده. حكام هنا لازم يتصرفوا كده، خدمه عملاء قاعدين قاعده بلدي مش قاعدين. لا يا ابن الايه، طب عد لي كده. والتاني بيقول له انت رسمت الخطوط؟ قال له يا عم فكك، انا عايز امشي، انا عايز اروح، انا مستعجل، خلصنا بقى، اقلب الموضوع، عايزين نمشي. انت فعلا بتتكلم فعلا فعلا، هم واخدين الموضوع ما حدش علمهم. فاكر يا محمد فكر بحاجه؟ وسام شديد اكيد اكيد فاكرين اللقطه انا هقولها دي. فاكرين صوره الكابتن محمد الحنفي لما جاب التلفزيون ال 12 بوصه وحطه في الملعب والمخرج وساعتها قلنا ان مصر ان التحكيم المصري بيبدا اول خطواته في الفار؟ فاكرين الصوره دي؟ ده هو ده. للاسف للاسف ده تفكيرنا احنا، ما بنعملش الحاجه صح. ما هم اول ما بداوا تنفيذ الفار كان بيطلب من كل حكم يجيب معاه شاشه من البيت. على فكره والله بجد شال التلفزيون على كتفي وراه، والعيال بقى في البيت يتخانقوا معايا عشان يلعبوا بلاي ستيشن، وانا باخد منهم التلفزيون ساعتين وجاي. طيب كلام الكابتن محمد فاروق. نعم. يعني انا عايز اقول لك كمان قال حاجات تانية. قال لك لا استطيع تبرئة شركه تقنيه الفار. نعم. وبالتالي الكل مدان وخلاص الموضوع دلوقتي. طب امام جهه التحكيم. يعني هو قال هنا جمله خطيره جدا ما ينفعش نعديها. اللي هي قال جمله خطيره جدا جدا جدا، هو بيقول ان تم التلاعب بالتسجيل الصوتي. قال لك صاحب التسريب ممكن يلعب يغير في الصوت. ايا كان، انت هنا ببساطه ببساطه حل الموضوع ده من الاخر ان اتحاد الكوره كان يطلع التسجيل من عنده بشكل رسمي زي ما كل الدوريات في العالم بتعمل. ويا جماعه بكل امانه، مين فهمكم ان الحاجات دي سريه؟ ده مش سريه. هو مين فهمكم؟ انا عايز افهم دي بس، انا عايز افهم دي، مين
اللي قال اتحاد الكوره او لجنه الحكام ان التسجيل الصوتي ما بين حكم الساحه وحكم الفار امر سري بحت، ما ينفعش حد يطلع عليه. عارف التسجيل الاساسي الهارد الاساسي اللي موجود عند لجنه الحكام عرضه هيبقى مهم في ايه؟ أيوه. هنسمع الحوار من أيوه. بدايته لنهايته بالزبط. عشان نعرف هل اللي اتعرض ده كان مناقشه بس بالظبط ولا ده كان قرار في النهايه؟ ما انت برضه لغايه دلوقتي مش قادر تجزم مين صح مين غلط. طبعا نعم. الموضوع دلوقتي في جهات التحقيق ده امر اكيد هننتظر النتائج، ولكن احنا بنتكلم على المستوى الفني صحيح اللجنه واتحاد أيوه. الكوره بقى ايه تاني؟ هو لا ما بقول لك يا محمد، هو الفكره في ايه؟ احنا جايين نعمل شغلانه معينه، احنا اصلا مش عارفين اساسا الشغلانه. هنعمل كل واحد بايه بيبتدع شيء، وتحس برضو ان الموضوع في ايه في حته عزه نفس اللي هو لا 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 ده مش من حقك يا محمد او مش من حق الاعلام ان هو يطلع على التسجيلات دي. فتروح تساله سؤال خطير جدا ليه؟ طيب. حاجه غريبه ما تلاقيش عنده اجابه. حاجه غريبه بس. هو برضو قال في تصريحاته اتحاد الكره يعرف جيدا من هو الشخص صاحب التسريب. بص بقى ده هيرمي على ده وده هيرمي على ده. فاكر لما طلعت معاك وقلت لك مشكلة لجنة الحكام في مصر دايما ان هم شلة ابراهيم نور الدين، شلة محمد فاروق، شلة سمير عثمان، شلة جهاد جريشة، كل شلة شايفة ان كبرها لو قعد على كرسي رئيس لجنة الحكام انا هبقى في وضع افضل. ليه؟ لان اكيد الكابتن الفلاني اللي انا بحبه وهو بيحبني اول ما هيمسك هيجيبني معاه. محتاجين يحبوا بعض شوية. وبالتالي لا هم بيدخلوا الامر في شكل تنافسي. تنافس، وبالتالي لو حد مسك التاني مش هيساعده. مش هيساعد كريم امبارح عشان تعرف بس ان المجموعه الحاليه مش عايزه الخبير الاجنبي. أيوه. وصلوا لمرحله، انا امبارح بتفرج على اتنين المفروض قامات كبيره في التحكيم المصري. نعم. كابتن جمال الغندور والكابتن عصام عبد الفتاح. نعم. قاعدين بيبرروا فكره ان حكم الفار عمرو الشناوي في ماتش الزمالك أيوه. وسموحه ليه ما عرضش خطوط التسلل؟ الاول كان قال لك اصل في مشكله ممكن يكون في عطل. دخل مدير برامج الرياضيه في التلفزيون المصري الاستاذ محمد ابراهيم قال لك المخرج طلب منهم خطوط تسلل. أيوة. قالوا له مفيش. طب اسالوا، طب اللجنه تطلع ترد، عارف فكره ايه؟ لا احنا هندافع حتى عن الغلط. أيوة. عشان ما يجيش خبير اجنبي. ايوه، وخلي بالك ده الكابتن صلاح فتاح قال نصيحه واحده من احلى النصايح اللي انا سمعتها منه الفتره الاخيره. الكابتن صلاح فتاح اللي هي بيقول الكابتن ابراهيم نور الدين بينصحه حاول تقلل من ظهورك الاعلامي شويه طول ما انت رئيس لجنه الحكام. انا قعدت كده عمال اقراها كتير. هو رئيس لجنه حكام؟ لا، كابتن حسام فتاح لما كان رئيس لجنه حكام كان كل شويه كان كل يوم بيطلع يعقب على الحالات التحكيميه. ما يا كابتن عصام هم اتعلموا منك، ما هم اتعلموا منك. هم يعني جابوه منين؟ جابوه من بره؟ ما اتعلموا منك. طب كلاتنبرج اللي انت فضلت لغايه النهارده عمال تسوق صورته، والامانه انا متفق جدا معاك ان بيريرا فشل. صح، لا خلاف. كلاتنبرج ما فشلش. كلاتنبرج كان بيطلع هو اللي علمنا كل يوم اتنين نستنى من الساعة 1 للساعة 4 العصر الحالات التحكيمية الفيديو بتاعه اللي بيسكت الناس كلها وبيرضي كل، ولما حكم بيغلط كان بيطلع يقول ايوه اخطأ الحكم ده اخطأ، لأن الخطأ مش عيب، كان المفروض يعمل كذا كذا كذا. والأمانة عشنا مع كلاتنبرج أفضل فترة في التحكيم المصري في آخر 10 سنين. لكن فعلا زي ما أنت ما قلت هم هيفضلوا رافضين الخبير التحكيمي الاجنبي. ليه؟ مش خاطر مصلحه الكره المصريه ابدا، عشان خاطر مصلحتهم هم. احنا يا جماعه نخلي الموضوع ما بيننا، انت سنه وانا سنة ونقعد ندور الدنيا مع بعض ونخش من سكه ايه؟ الدولار، مش عارف ايه، التكاليف. طب ما انت بتشتغل غلط. بالظبط كده. طب تعال نستعرض برضو يمكن تصريح للكابتن محمد فاروق، يمكن منصه يلا كوره برضو نشرته وقالت فيه نقلا عن الكابتن محمد فاروق في تصريح خطير جدا. محمد فاروق قال بالامس تقرير الحكم ادان جوميز في واقعه المصري وعدم معاقبته ليست مسؤوليتي. حكم كتب تقرير. نعم. وجوميز اتحول لجنه انضباط. صحيح. وتم استدعائه اكتر مره وما جاش. صحيح. فين العقوبه؟ طيب ما دي ازمه ثانيه. احنا كنا اصلا بعيده حتى عن التقرير، احنا شفنا المشهد، كان في المشهد في المباراه دي ان جوميز بالفعل يعني ما يشبه الاعتداء على الحكم عاطف حسين. الحكم الرابع. وبالتالي كان لازم ساعتها، ما بص يا محمد بره ايه الميزه عندهم؟ الاحداث زي دي لو في وقعه زي دي على طول بياخد فيها قرار فوري. ليه؟ عشان يحجم. انك تسيب الموضوع في الدرج بينيم ده دخل في الاربع شهور وايه؟ سواء بقى الزمالك او اهلي او كله. هي فكره في حته ايه؟ انت في النقطه بتاعه الاخطاء اللي هي الايه؟ الغير الرياضيه لازم يبقى قرارك فيها اسرع من قرارك في امور رياضيه.
ليه؟ عشان ترسي المبدا للناس كلها تتعلم. ده ما يحصلش، ده ما بيتمش، ده ما ينفع. احنا ممكن في الماتش نختلف على تسلل، مش عارف نختلف على ايه بتاع، اوكي تمام. لكن ما ينفعش احد افراد اي فريق انه يتعدى على حكم المباراه. حتى انا في مباراه الزمالك وبيراميدز اعتقد في السوبر، المباراه اللي كان فيها مشاكل برضه حصل وقائع ساعه لما كان الحكم بيراجع البنالتي بتاع بيراميدز، وكان في حاجات حصلت عند شاشه المباراه، شفنا فيديوهات. هي الفكره في حته ايه؟ تاني فكره ان انت بتحل الامور بالتسويف وبتوزن، ده امر خاطئ وما بيعلمش حد ان هو يخلي باله في تصرفاته داخل الملعب. طب تعالى ننتقل بقى لليفل تاني خالص. نعم. حاجة مختلفة بقى عن اللي احنا بنشوفه في كنا بنتكلم عن المونديال ودورتموند ورحنا للتحكيم والمنتخبات. تعالى بقى نغير الصورة شوية ونروح لحاجة إيجابية تانية. اتفضل. عمر مرموش والانطلاقة القوية اللي عملها في البوندسليجا السنة دي. نعم. في الدوري الألماني. النهاردة يمكن صحيفة أسبانية على منصة إكس، ويمكن احنا بنتكلم على صحيفة دياريو سبورت، ودي صحيفة كتالونية أو منصة كتالونية. نعم. بتتكلم على إن في رغبة من برشلونة لضم عمر مرموش. طبعًا. مليون في المية طبعا طبعا. انا كواحد بحب برشلونه اكيد مليون في المية مرموش النهارده تارجت. وخلي بالك عايز اقول حاجه، مرموش النهارده ربما كمان يبقى صعب على برشلونه، مش سهل. صعب طبعا. يعني اقول لك على حاجه، الصحيفه الكاتالونيه قالت ان اخواننا لابورتا رئيس برشلونه يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد لخلافه المهاجم المخضرم روبرتو ليفاندوفسكي. صحيح. في السنوات المقبله. صحيح. الفكره في حته ايه؟ النهارده برشلونه يعني مع لابورتا بسبب الأزمة المالية الطاحنة اللي بيمر بيها برشلونة في السنوات الأخيرة، واللي بسببها لعيبة كتيرة مشيت، بدأ ينتهج سياسة جديدة، وهي إنه بيشوف اللعيبة اللي بتخلص عقودها مع الأندية فور فري وبيروح يديهم مرتب كويس، فبالتالي يبقى هو جاذب لهذه النوعية من اللاعبين. طيب النهارده مرموش، احنا بنتكلم الناس كلها بره في أوروبا بتسمي مرموش هو النهارده بالفعل خليفة محمد صلاح. هو مرموش النهارده بيعيش نفس الفتره اللي كان بيعيشها محمد صلاح، خلينا نقول مش مع فيورنتينا ولكن مع روما. مع روما. وبالتالي فترته مع روما خلته النهارده يروح ليفربول وينفجر. فالناس النهارده شايفه ان مرموش لسه ما انفجرش. مرموش النهارده في المرحله بتاعت محمد صلاح مع روما. وبالتالي الحق دلوقتي اخطف. اخطف. لان مرموش خلال اعتقد كل الانديه الكبيره في اوروبا هتبدا تحط سبوت لايت على مرموش، بس مش دلوقتي، كل امانه هم هيستنوا لغايه اخر الموسم، نهايه الموسم اكيد عشان يشوف. طبعا احنا لازم هو بيحسب موسم كامل، احنا اللي بنبقى مستعجلين شويه. لا هو هيستنى لغايه الموسم ما يخلص ويحكم على مرموش بموسم كامل. ان شاء الله باذن واحد احد مرموش كمل بنفس السيستم وبنفس المستوى اللي بيقدمه ده. انا بقول لك الصيف القادم انت بتتكلم على خناقه شديده جدا 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 في الميركاتو الصيفي لانديه اوروبا على مرموش، وهنا بكل امانه يبقى موقف برشلونه صعب. مثلا برشلونه ما يقدرش ينافس ريال مدريد في الرواتب ولا ليفربول ممكن ليفربول، لكن مثلا اكيد برشلونه مش هينافس السيتي، مش هينافس باريس سان جيرمان في الرواتب، فعليا مستحيل. طب تعالى نشوف ليفربول، لان ليفربول لو فكر في مرموش نعم. هل ممكن يكون له علاقه بتجديد تعاقد صلاح ولا لا؟ ممكن. طب تعالوا نشوف مع بعض. كره بلس النهارده على منصه اكس قالت ان في تطور في مفاوضات ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح وخياران على الطاوله، وقال المفاوضات مستمره من اجل تجديد العقد لكن لم يتوصل الى اتفاق حتى الان. اللاعب يمتلك خيارات اخرى مميزه سواء في الدوري السعودي او الدوريات الاوروبيه، ده نقلا عن احد الصحفيين في شبكه سكاي سبورتس. وانا معلوماتي صلاح مش هيلعب في الخليج. طيب انا بحسبها لك ايه؟ طيب خليني اقول لك برضو بعض المعلومات الخاصة. عندك معلومه بكده ولا خليني اقول لك المعلومات الخاصه بالمشكله اللي ما بين محمد صلاح في مشكله في مشكله كبيره جدا. ايه المشكله؟ المشكله ان احنا المفروض السنه دي مش محمد صلاح بس اللي عقده بينتهي، احنا بنتكلم على ثلاث لاعبين، ارنولد وفان دايك ومحمد صلاح. طبعا محمد صلاح هو الاعلى راتب فيهم، و مفاوضات التجديد مع فان دايك ومع ارنولد تقريبا خلاص اقتربت من يعني من الوصول لحسم وهيتم التجديد. محمد صلاح حاسس ان هو اتركن على جنب شويه او ما كانش فيه جديه. في بعد ما كتب التويته على منصه اكس بدات الناس كلها تتكلم على علاقه محمد صلاح. تمام. ده رامي عباس طبعا يعني. اكيد. فبدات الناس تتكلم فبدا يفتح كده الكلام، عارف اللي هو ايه؟ مش جدي. ليه؟ انه واضح جدا جدا
اداره ليفربول مشكلتها مع محمد صلاح في راتبه وحته العائد الفني منه خلال السنه القادمه. انا النهارده هيجي يبص لها من ناحيه ماليه، انا عايز اوفر المرتب ده. حسبتهم غير حسبتنا خالص. بالظبط كده. اكيد. طيب احنا في الجزء الاخير بالتاكيد دلوقتي هنستعرض مع بعض اجابه كل الساده المشاهدين على سؤال طرحناه في بدايه الحلقه. نعم. وجه رساله لنجوم المنتخب قبل مواجهه كاف فيردي وبتسوانا. تعالى معانا يا كريم نشوف يلا تعليقات الجمهور على يلا سؤال الحلقه. والنهارده عندنا اكثر من راي. مجدي رياض بيقول الرساله للكابتن حسام بلاش مبالغه في الدفاع، الفرقتين في المتناول عشان تسطر تاريخ لا يمحو مع الزمن. يوسف طبعا يجيب العلامه الكامله. نعم. من الست مباريات. نشوف راي تاني معانا. شمس الاصيل بيقول عهدناكم رجال فكونوا ابطال اكبر من المسؤوليه. تعليق تاني معانا. احمد بيقول اعملوا اللي عليكم يا رجاله وان شاء الله تكسبوا بالتوفيق ان شاء الله، بس انا عايز اعرف ليه حسين الشحات وامام عاشور ما انضموش للمنتخب. والله احنا بنسال زيك يا ابو حميد. محمد فيومي بيقول تمنياتي بالتوفيق والاجاده لاعداد نجوم جدد يكون احتياط استراتيجي للمنتخب في حاله احتياج عنصر او اكتر خلال البطولات القادمه ان شاء الله، وتوجيه عتاب للكابتن حسام ابتعد عن الحب والكره في مسيرتك مع المنتخب. في تعليقات تانية. شريف بيقول بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب مصر وللكابتن حسام حسن. انا شايف التعليقات كلها بصراحه ايجابيه جدا. يوحنا بيقول بالتوفيق وتكمله المشوار بعد الصعود لنهائيات وفرصه للمنضمين حديثا. طيب تعليقك يا كريم سريعا. اكيد طبعا، يعني العلامه الكامله للمنتخب، شغل ممتاز من الجهاز الفني الكابتن حسام حسن مع المنتخب في انك 4 انتصارات 10 اهداف 0 اهداف مستقبله كلين شيت 4 مباريات. وبكل امانه انا بحييه ان هو في القائمه الحاليه جنب مشاكله الشخصيه مع عمر كمال وصلاح المنتخب، وهاخد هقتبس من الصديق العزيز اللي نصح كابتن حسام بالبعد عن الحب والكره طالما انت مدير فني المنتخب. مدير فني منتخب مصر حاجه ومدير فني النادي حاجه ثانيه. حاجه ثانيه. استاذ كريم سعيد نورتنا وشرفتنا، سعداء بوجودك معانا وفقره حواريه مميزه جدا في كافه الاتجاهات وكافه الجوانب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ليك. قدر الامكان حاولنا النهارده نراكم شويه من المشهد في قطر واجتماعات اللجنه المنظمه المحليه ورش العمل في الساعات اللي جايه. اخر المستجدات في ملفات التحكيم، لسه مستمرين في طرح هذه القضايا، واكيد كتابه اخبار جديده وكواليس مهمه جدا لكل جماهير النادي الاهلي. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لقاء جديد يتجدد في برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.